لنعرف أكثر عن أيليد ولنحكي عن أيليد بتطل معنا الزميلة رانيا حايك. صباح الخير. بونجور ماريا، كيفك؟ منيحة؟ وأنا كمان، قلنا زمان ما طلينا سوا. صح، طمنيني كل شيء منيح؟ الحمد لله، أنت كيف؟ منتبهين من كورونا، منتبهين من السقعة، كل شيء تمام بأيليد؟ ايه الحمد لله الحمد لله، بس اليوم بتعرفي ما قدرنا نوصل من ورا الثلج، في نص التيم علقان بالثلج وهيك، فقررنا نشتغل ريموتلي. يعطيكم الف عافيه. رانيا اليوم يعني كل ما هيك بعد شوي عن ايليد برجع بحس انه اليوم العالم اكثر واكثر بده يكون عم يلجا لايليد، بده يكون عم يستفيد من خبرات ايليد، لانه مثل ما مبين انه الدنيا عم تبرم اكثر واكثر صوب الويب سايت، يعني الاغلبيه بده يكون عندهم ويب سايت، خاصه الاشخاص اللي بيتكلوا عليه كرمال تسويق يسوقوا منتجاتهم. صح، ولقلك شغله، من اول ما بلشنا السنه عاده جانيوري معروف انه ذات سيزون بيكون بالشركات. صحيح. ضغط الشغل علينا اسم الله يعني كثير كبير، واغلب العالم موجوده كانت على السوشيال ميديا بس ما عندها بريزنس على الويب سايت، عم بيكون عندها ترافيك على الويب سايت وعلى الابلكيشن. ليه؟ لانه الدراسات برهنت انه نحن من هلا لخمس ست سنين رح يكون اكثر شيء ترند هن الابلكيشن والويب سايت. سو بغض النظر السوشيال ميديا لها حيز كثير كبير. صحيح. بس الويب سايت عم بيكون كثير امر اساسي. ليه؟ لانه كل العالم عم تعتمد على جوجل كرمال تقدر تنبش على شيء، عم تعتمد على ابلكيشن تقدر تشتري اغراضها مش بس من لبنان، يعني ايفن صار السعر يوازي عده مطارح، وصارت اللبنانيه بتفكر كيف بدها تسوق لبرا كرمال تستفيد من الدولار. رانيا انا هون بدي اسالك شغله، يعني اليوم في كثير اشخاص يمكن متكلين على الانستغرام تيسوقوا منتجاتهم او تيسوقوا البزنس تبعهم شو ما كان يكون، هل الانستغرام بكفي وحده ام لازم يكون حده في ويب سايت؟ دائما الكريديبيليتي بالحياه هي يكون عندك ويب سايت. انت وقت تروحي على اي دوائر رسميه بتقدمي الاي دي تبعك، وقت تروحي على اي بزنس ميتنج بتقدمي البزنس كارد تبعك. سو وقت تروحي بدي تشتري اي شيء، انستغرام اتس بلاتفورم بساعد كرمال نسوق الاي كوميرس برودكت اللي نحن عم نبيعه، اما الويب سايت اتس وايد وايت بيج موجود فيها كل البرودكت. اول شغله عم بقدر شوف الكونفرجن بالسعر ان كان بلبنان اذا ال بي بي او دولار او يورو، نحن فينا نختار كل زبون فيه يختار الريت اللي بده يعتمدها، بتشوفي كل البرودكت، بتشوفي فيتشرز برودكت، بتشوفي ايش معمول عليها سيل. وبعدين في شغله اهم، انه في كريديبيليتي، اذا بدك تدفع كريدت كارد على الويب سايت انت بتعرفي انه هذا الويب سايت سكيور، وبذات الوقت بيكون في موصول مع الدليفري اب، يعني كان عاملين كولابوريشن مع اني اي بي ادرس مثل دليفري ويب سايت، بيقدر يوصل دغري وياخذ اللوكيشن تبع على الشخص، وبيقدر الشخص اللي طلب الاوردر هو تو مونيتور الاوردر تبعه وين صار. سو قد ما اشتغلنا على السوشيال ميديا عم نحكي اي كوميرس، ما فينا نحن نغيب وجود الويب سايت كاي كوميرس بحياتنا، لانه امر ضروري وما فيه خيار. يعني الانستغرام ما بيغنى على الويب سايت، اما الويب سايت بيغنى عن وجود انستغرام اي شوب، هيدا اللي بيفرق يعني. طيب رانيا كمان شغله، في اوقات لما بتكوني حيلا اليوم لانه صرنا يمكن كثير عم نضطر نفوت على ويب سايت لنعمل اوردرز او لنشتري او او او، بنلاحظ اوقات انه في ويب سايتات ما ممكن تقدري انت تكفي الاوردر عندها، بالوقت يلي في ويب سايتات تبقى اسهل واضحه اكثر. قد ايه مهم عن جد ينشغل على الصفحه على البيج، يعني انا ما تعقد لي حياتي وما اتكركب انا تشوف الايتمز او لفتش عليهم او لادور عليهم، في اوقات عن جد يمكن قد ما بتعصبي ما بتقعدي خلص تنسيه للويب سايت 100%، او بكون كثير هافي بمحل معين ما بتقدر تعمل لودينج. سو ليك الانترفيس تبع الويب سايت هو امر كثير اساسي، يعني انا الزبون اللي بدي يفوت لعندي بدي اربحه، بدي بكم كليك، يمكن توتال اوف 3 كليكس يكون مشتري اغراضه ودفع وظهر. هون اللي كنا عده مرات حكيناها بالحلقه قبل وفرجيناها سامبلز كيف الويب سايت تبعنا بينعمل بطريقه كثير ايزي، قد ايه هين كمان الكاستمر اللي عم نحكي الشخص اللي بيملك الويب سايت از اي كوميرس يفوت الداتا ويعمل ايزي اكسس كرمال بالباك اند، كرمال يقدر هالشخص الاند يوزر اللي عم يفوت يشتري تكون العمليه تبعه الشرائيه سهله و
بنضيف على شغله انه بالويب سايت كمان تنقول انا عم نقي اكزامبل شوز، رحنا على التيب بيعطيني فيتشر ايتم معه مثلا باجز بلبق لي اياهم بيلبقوا مع الشوز، هيدا بيساعد كمان تمديد المبيع تبعنا وبذات الوقت تنسهل عمليه التنبيش على الزبون. سو هول الاشياء التكتيك اللي بنعتمدها بالباك اند لنشوفها على الفرونت اند هي امور كثير ضروريه، سبيشلي انه بلبنان الاستراتيجي تبعنا عم بيكون كثير عاطل جدا. الواي فاي هلا الواي فاي نص الوقت مقطوع من ورا الشتاء وبنرجعنا على تقنين الكهرباء، سو بدنا ويب سايت يكون هين نقدر نفوت نشتري ونستفيد من هالزبون. صحيح. مش نخسره لانه الانترنت ما عاد بطيئه 100%. المشاكل كلها كثير حوالينا، يعني نحن لازم هيك نبسط الحياه قد ما فينا لنضل مقلعين. رانيا بعد في الاوفر بعده ماشي صح؟ هيدا اوفر جديد جددناه عملناه لفبروري لانه كثير عم بيكون في ديماند وكثير على عم تسالنا انه كيف الويب سايتات عم تكون تسعيرتها. في عنا الانفورماتيف ويب سايت اللي هو دائما انا بقول انه كثير مهم يكون موجود في انفورماتيف ويب سايت للشركات اللي بتقدم services. By meaning services ممكن يكون اي سيرفيس نحن بنقدمه بحاجه يكون عنده ويب سايت. ليه؟ لانه الشخص بحاجه يكون عنده ريفرنس كامله متكامله. انت بس تزيد شغله على الانفورماتيف، انت على السوشيال ميديا اذا شفتي سيرفيسات في اوقات ما بتقرا كل المعلومات الكافيه. ليه؟ لانه يو ونت تو تيس بيبل يروحوا على الويب سايت او يتصلوا. سو الويب سايت بخليك تقدر تشوف المعلومه كامله، تعرفي اكثر عن هالشخص او عن هالسيرفيس شو بيقدم. تسعيرة الانفورماتيف ويب سايت إذا شفناها سوا هي 1500 دولار ستارتينج، أما الإي كوميرس هي ستارتينج 3000 دولار. أكيد لكل الأشخاص المقيمين بلبنان برات لبنان، نحن مش بس أيليد مش بس عم يتوجهوا للناس بلبنان ولكن بكل العالم العربي وبكل أنحاء العالم، هيدا هو الأوفر يلي محطوط لشهر فبروري لكل الأشخاص يلي حابين إنه هيك إن يرجعوا ينشطوا الويب سايت تبعهم أو يرجعوا يكونوا موجودين على السوشيال ميديا على البلاتفورمز على الويب سايت. اليوم رانيا بطلت محصورة الدنيا بإنه والله أنا بلبنان بدي أطلب شيء من لبنان أو أنا بسعودية بدي أطلب من السعودية أو أنا بالأردن بدي أطلب من الأردن، اليوم فتحت الدنيا على بعضها وهذا شيء يمكن كتير إيجابي بعالم التجارة. خليني أقول كثير وكثير اشخاص نحن ما كنا نعرف فيهم صاروا معروفين من وراء الويب سايت. وقت طلعنا معك اكزامبل مع الزبون اللي عندنا اللي عملناه للحجاب اللي قدرت وصلت للعالميه تقدر تبيع الحجاب تبع من برودكت لبناني، ايفن في كثير ناس عندنا زبائن عم بيكونوا عم بيبيعوا مونه لبنانيه عم بيقدروا يوصلوها لبرا وبذات الوقت عم نقوي المنتج اللبناني. لقلك شغله كثير اساسيه انه نحن بنعتمد بالسوشيال ميديا بالويب سايت، سوري بس لانه فاتت بنتي مريم بالبيت مريم بالبيت اليوم فبعتذر على هالشغله. الويب سايت بينعمل باي لانجول، يعني فينا نحن تارجت الدول العربيه اذا بهمنا فيه يكون الويب سايت بالعربي، بذات الوقت فيه يكون بالانجلش كمان تارجت الدول الاجنبيه والمناطق اللي بهمها هي تفوت بالانجلش. الاي كوميرس كثير بيساعد انك تقدر توصلي لاكثر عدد من العالم عبر عده طرق. هلا نحن عملنا الويب سايت هيدي شغله أساسية بس في طرق تسويقية للويب سايت نقدر نوصل للدول العربية أو الدول الأجنبية بنحكي فيها بحلقات ثانية 100%. لأنه اللغة أوقات رانيا بتكون عائق، يعني لما بنكتب فقط باللغة العربية في أشخاص يمكن بهمهم اللغات الأجنبية الثانية وبالتالي بنقدر نوصل لعدد أكبر من الكلاينتس أو من الأشخاص يلي بيقدروا يستفيدوا من المنتج تبعنا. كنت بدي أحكي شوي عن الانفورماتيف لأنه دائما بنركز على الشق الثاني عن الإي كوميرس 100%. فالانفورماتيف إذا بدنا نخصص هيك نسمي بعض الشركات يلي بتقدر هي تتوجه لها يمكن هي منا عارفة أو منا مركزة كثير على موضوع الويب سايت، مين اللي لازم يكون عنده هيدا البلاتفورم؟ اي شخص عنده بزنس بحاجه لويب سايت انفورماتيف اذا ما عم بيبيع. تنقول الفنان او الانفلونسر او الكاتب او اي حدا هن بحاجه لانفورماتيف ويب سايت بيشرح عن شغلهم، بنقدر نسمع اغانيهم بنشوف الرايتنج تبعهم. الحكمة نحن بحاجه لانفورماتيف ويب سايت لهم كرمال نعرف شو السيرفيسات اللي بقدموها. اكزامبل مثلا تنقول حكيم تجميلي شو الاشياء التجميليه اللي بقدمها، كيف فينا ناخذ موعد منه، هل وي كان بوك اونلاين، في يكون فيها موجوده هالسيرفيسز مثلا الكيرتن جلاس او انا ما بدي اعطي كثير تفاصيل بس اي حدا عنده سيرفيسز ممكن يكون عم يشتغلها بالحياه هو ممكن يكون موجود على الويب سايت. بينتينج، طاقه شمسيه، كيرتن جلاس، قماش، اي حدا ما عنده برودكت عم ببيعه اونلاين
في يكون موجود عنده انفورماتيف ويب سايت، يقدر يحط الكتالوج تبعه، يقدر يحط الريكوست اوف اوكيتيشن، في يكون عنده عده اشياء. وايفن في كثير اشخاص عندنا اياهم زباين عندهم برودكت خارج يكونوا اي كوميرس بس ما بيهمهم الويب سايت يكون اي كوميرس. ليه؟ لانه بيبقوا هن السبلاير الاساسي بوزعوا لعده سبلايرز غير، فكرمال ما يضروا السبلايرز بفضل يكونوا الويب سايت تبعهم هو شيما عن اي كوميرس بس فيه انفورماسيون للبرودويات بس ما بيصير عمليه شرائيه فيه. سو بهيك الطريقه في كثير اشخاص مثلا بكون عندها هيك برودكت او برودكت اكل ما بهمها تضرب السوبر ماركت بالسعر او اي شيء، فيها تعمل ليستنج اوف برودكت يعتبر انفورماتيف ويب سايت بس على شكل اي كوميرس. شكرا لك رانيا حايك، شكرا على كل هيدي التفاصيل وان شاء الله بنلتقي الاسبوع المقبل ومنكفي كل المعلومات المهمه يلي عم تعطونا اياها من ايليت. شكرا، بتمنى لك نهار سعيد.